إن دعوة الخوارج باقية في الناس، تتجدد شعاراتها في كل زمان ومكان بما يناسبهما. فقديما كان شعارهم اعدل ولا حكم إلا لله، ويتجدد اليوم صدى تلك الشعارات في أثواب جديدة كتداول السلطة والخيار المجتمعي والقرار المشترك ومحو الوصاية وإزالة الكهنوتية وإطلاق الحريات في سلسلة تعتبرها الضبابية والإجمال، الذي يمكن دعاتها من استعمال الشعارات في صورتين متقابلتين، إحداهما للحق والأخرى للباطل، مكرًا وترويجًا للشرور. ولم تزل أبوابها تنفخ دعوتها وتتسلل بخفاء حتى تغيرت أمور ألبست لباس الشرع، وبدلاً من الضجيج الذي كان طلباً للأمة قبل سنين تحريراً للأقصى، صار المطلب اليوم تحرير مكة والمدينة، وعوضاً عن قتل الكفار المحاربين المثخنين في أهل الإسلام، قتل المسلمون المسالمون الذائدون عن الإسلام. إن الحال التي انتهينا إليها تستصرخ أهل هذه البلاد رعاةً ورعية، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، للنفير إلى حماية دينهم وبلادهم ودنياهم، ومقارعة الخوارج الظالمين على الأصعدة كافة، تحقيقاً للتعاون وتجنباً للتخاذل والتهاون. إننا لا نحتاج الآن إلى الحديث عن أهمية الأمن أو حرمة الدماء أو تجريم حادثة عسير فقط. نعم، نحتاج إلى هذا، ونحتاج أكثر وأكثر إلى أشياء أخرى، منها تقوية روح الاجتماع على القرآن والسنة، ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، ومجانبة أسباب الفرقة والخصومة، ومنها الإسفار عن الوجه الصريح للشرع الصحيح في أبواب الدين، تعليماً وإرشاداً ودعوةً وإصلاحاً حتى يتبين الحق للعينين. ومنها أخذ الحذر من تلك الفئة الضالة بتعلية أطروحاتهم في السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة والأخلاق، ومنها التحذير من الأهواء وأهلها مما يلبس ثوب الديانة بعلم متين وعقل رزين ينأى الناصح معهما عن تشكلات الخصومات الشخصية أو الإقليمية. ومنها تبصير الناشئة خاصة بالخطر المحدق، وتوجيههم هم وغيرهم إلى مصادر التلقي الموثوقة للدين عن علمائنا المعروفين من الثقات كسماحة مفتي هذه البلاد، أو العلامة صالح بن فوزان، أو العلامة صالح بن لحيدان وأضرابهم ممن لا يجهلون. ومنها تمييز صف الناصحين الصادقين من صف الغاشين الملبسين، فأهل الحق من علماء الشرع ودعاة الهدى براء مما يحيكه الملبسون. ومنها إشاعة الدور المشرق لرجال الأمن وشرف مهمتهم ومشاركتهم همهم، فهم عسكر الإسلام وحسن أهله. ومنها العرفان بالجميل للبلد الأصيل المملكة العربية السعودية، الذي نتفيأ ظلال فضل الله فيه نعمة من الله، ثم كفاحا وجهادا من الأجداد والآباء حكاما ومحكومين. فعار علينا أبناء اليوم أن يحفظوه لنا بدين الله، ثم نضيعه نحن بعدم القيام بواجباتنا. فيا أيها المالكون للهوية الوطنية بطاقة، أملكوها وفق أمر الله قوة وطاقة. اللهم احفظ هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين، اللهم احفظ هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين.